بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. السادة الحضور اتقدم باسم ملايين العمال بخالص التهاني ببدء ولاية جديدة بعد ان احتشدوا بالملايين مع جموع الشعب المصري. إلى صناديق الانتخابات مجددين العهد ومؤكدين الوقوف صفا واحدا خلف إراداتكم القوية لبناء الجمهورية الجديدة عمادها الإنسان المصري بعد نجاحكم بفضل الله في تثبيت أركان الدولة والقضاء على الإرهاب نؤمن معكم أن بناء الدول لا يتم بين عشية وضحاها بل يتطلب الوقت والجهد والصبر والتخطيط ان يقودنا الامل دائما الى مستقبل افضل وواعد لنا ولاجيال قادمه والا نفقد هذا الامل ابدا مهما كانت الضغوط والتحديات هذا هو املنا وسقتنا في مصر تسير في طريقها بعزم واراده تحت قياده فخامتكم لا يدرك حجم التحديات الا جنود مصر الاوفياء تحيه لجيش مصر العظيم الذي أنقذ بقيادتكم الحكيمة كيان الدولة المصرية من قوى الشر والظلام. وتوجه أيضا بالتحية لرجال الشرطة البواسل. الذين دفعوا بأرواحهم ضد من حاولوا طمس هوية هذا الوطن وخططوا لنشر الخراب والظلام بين ربوعه. سيادة الرئيس إن عمال مصر يقفون خلفكم سيادة الرئيس صفا واحدا. مؤيدين لموقف مصر الثابت والداعم للشعب الفلسطيني بكل الصور وحقه في إقامة دولة مستقلة على أرضه ويرفضون في الوقت ذاته الممارسات الوحشية وأعمال الإبادة الجمعية لهذا الشعب سيادة الرئيس لقد أخذنا على عاتقنا تحويل خطابكم في عيد العمال الماضي إلى دستور ومنهج عمل نبدأ بالشكر والتقدير على ما تحقق من افتتاح العديد من المنشات الصناعيه نامل باستكمال باقي المشروعات وانشاء المزيد منها لاستيعاب ملايين من الايدي العامله. نشكركم سياده الرئيس على دعم القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الاجنبيه لاقامه مشروعات كثيفه العماله وتوطين الصناعات العملاقه وزياده المكون المحلي. لدعم الصناعات الوطنيه ومنها مصنع الغزل والنسيج بتكلفه 2 مليار جنيه لتعود الريادة لمصر في عهد سيادتكم في هذا المجال سيادة الرئيس إن عمال مصر يتقدمون لسيادتكم بخالص الشكر وعظيم التقدير على إصداركم لحزبة القرارات الاجتماعية تلك القرارات التي من شأنها أن تخفف من أعباء موجة التضخم والتي تضرب العالم بأسره ومنها زيادة الحد الأجور ليصل إلى 6000 ألاف جنيه فخامة الرئيس إن عمال مصر يأملون في أن يصدر قانون العمل الجديد في الدور التشريعي القادم ليحقق الاستقرار في سوق العمل ويحقق التوازن المطلوب بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، الأمر الذي يؤدي إلى دفع عجلة التنمية. فخامة الرئيس لقد وفيتم دائما بعهدكم لعمال مصر وكنتم سندا لهم ولحقوقهم متمسكا بما أنجزوه من مكتسبات خلال الأعوام الماضية. ولهذا فان عمال مصر قد اجمعوا امرهم وتوحدت قلوبهم على الوقوف صفا واحدا لدعم مسيره التنميه والبناء في الجمهوريه الجديده وفي ظل ما تشهد المنطقه من حروب واضطرابات وقفتم سيادتكم سدا منيعا امام كافه محاولات قوى الشر للنيل من امن واستقرار البلاد وحفظتم على الامن القومي المصري بقيادتكم الحكيمه وسياستكم الرشيده نعاهدكم سياده الرئيس ان نبذل المزيد من الجهد والعرق لنستكمل معكم مسيره البناء والتنميه لتنعم مصر بالرخاء والاستقرار تحت قيادتكم. ندعو الله العلي القدير ان يحفظكم حاميا لمصر محققا لامالها في التقدم والازدهار دمتم لنا قائدا وزعيما. اسمح لي يا سياده الرئيس ان اتقدم باسمي وباسم الاتحاد العمال لنقابات عمال مصر بدرع تذكاري. شكرا سياده الرئيس.